المعجون والبصله الثومه والفلفله والحامض مرقد. اوكي شويه كمون، ندير شويه ديال البزار، شويه ديال التحمير، شويه ديال الكزبره الناشفه، شويه ديال الزيت، معجون طماطم، الكحل، بلاصوص مغسول، كيما وعدتكم قلت لكم غادي ننزل الفيديو ديال التعمار ديال الدنجال الصغير مع ورق العنب مع ورق الكرومب. المهم هي دائما شهيوه بطلب من بنتي، فقلنا علاش لا نخسروا علاش الخضره. مشيت تقضيت من المحل العربي وجبت هذاك الموس اللي خاص بالتجويف ديال الخضر، نتوما كتسميوها يا اصحاب الشرق بسميتها، والله ما عندي علم ليها. المهم انا قلت له بشحال هذا، قال لي بشحال الزيت وزدت. المهم لقيت الدنجال الصغيور، هذا الدنجال زوين بزاف كيتخلل زوين، والادهى من ذلك هو انني لقيت الدنجال الخضر. سبحان الله العلي العظيم، شكله داير بحال الكوار بحال البطيخه صغيره يلاه كتنبت في الارض. و قلت اجي نجرب، جبت واحد الخمسه ديال الحبات، وليني سبحان الله العلي العظيم شيء سبحان الله الخالق سبحان الله. وفيه الزريعه، فيه البذور في الوسط اكثر من هذا الدنجال او الباذنجان العادي. المهم نحفروه، نتوما عارفين نتوما اصحاب المطبخ، اصحاب اش غادي نقولوا، اصحاب الحرفه. حنايا ممكن نكونوا متطفلين على هذا المطبخ، ولكن كيعجبنا كنديروه، غير وانا كنديروه دائما بطريقه مختلفه على الناس على مالها. ماشي هي انا واخده غير الفكره، وانما كل مره كندير تتبيله في شكل، تيقيمه في شكل، طريقه في شكل. المهم انا وما يرضي ذوقي هذاك النهار وشنو الموجود. شوفوا سبحان الله العلي العظيم، تقول عليها لي سوريز حب الملوك، والله سبحان الله. فقلت علاش لا غادي نصطفيها هكذاك أزثوين، سبحان الله. المهم بطبيعة الحال نتوما عارفين من أصحاب الحرفة أصحاب المطبخ الأصلي ما تعمروش الخضر حتى الأقصى حدها، لأن الرز خصو فين يلقى يتسع ويكستندا ويطيب مزيان. أوكي بطبيعة الحال غادي نشارك معكم التتبيله اللي درت، مختلفة تماما تماما على المحشي ديال مصر أو ديال فلسطين أو العراق. أو تحية للجميع من هنا، تحية لكم كاملين، تبارك الله عليكم كاملين. المهم أنا تتعجبني هاد الأكلة كنديرها، ولادي كيموتوا ليها كيطيحوا فيها، زعما اش غادي نقول لكم كأنهم عمرهم كلاو. وليني فعلا أكلة تستحق أنها تقدم، لأن صراحة عندها وزن وعندها قيمة. اش غادي نقول لكم، كنديرها بالرز بسمتي كتجي رائعة جدا، كتجي زوينة حتى بأربوريو الرايس. هنايا واحد الرايس طالياني، الرز طالياني أربوريو، الحبة ديالو غليظة وقصيرة، وليني it's so good، very 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 good rice to use it for stuff grape leaves or cabbage or peppers or tomato whatever you want to stuff. okay so كي كتشوفوا تنخدمها بعقلي وبقانتي. ساليت ورق الكرومب اللي هو الملفوف ولا كي كيتسمى الكابج، دابا انا في ورق العنب grape leaves. خليني نقول لكم مزيان الانسان يتحدى نفسه في اي حاجه، وليني شوف نتحدى زعما صراحه نتحدى المشارقه الى قدروا يطيبوا اكلنا التقليدي المغربي. نتحدى شي واحد الى يقدر
يتفنن في الطبخ ديالنا كيف حنا كنتراماو لجميع الوصفات. شوف ما تقوليش شي حاجة صعيبة، الله تبارك الله على المغربية، فين ما حطيتيها تضرب، فين ما حطيتيها تقضي. زعما صراحة يعني ما محتاجين حتى شي واحد يعلمنا. انا باش نكونوا صريحين، ورق العنب ما عمرنا كنعرفوه في المغرب، لاني ملي جيت هنا لامريكا كليتو على يد المشارقه، وماشي كلشي كيعرف يديرو. باش نكونوا واضحين، كاين شي ناس ما شاء الله عليهم كليت من يدهم ورق العنب يعني لا يعلى عليه صراحه، يعني ماشي كلشي حاك. وليني نتحدى شي مشرقيه دخل ودير لينا طبخ مغربي اصيل، دير لينا الرغايف، ودير لينا الملوي، ودير لينا الحرشه، ودير لينا الكسكسو، ودير الطواجن الاصليه، ماشي غير راه عندي الطاجين حطه فوق البوطه وقول راني طيب الطاجين، داكشي بالقوام. وليني حنا ما شاء الله في المكان كنسدو. بنتي كتحمق على هذا الاكل، كيعجبها الكرومب معمر يعني ستافت كابج، كتحمق عليه، كيبغي ورق العنب كديكم مثال. او هانتوما كتشوفوا تبارك الله، راني عمرت الدنجال لقيت هذا سبحان الله العلي العظيم، الدنجال الخضر اصله شينوي ولا طالياني شي حاجه بحال هكا، المهم صندنش هذا طالياني، هذا شينوي ولا اسيوي، anyway جبته هي. دابا انا ما شاء الله تبارك الله راه لا ينسالي، كما كنقول لكم من كل مكان طبق، من كل بلد طبق، من كل مطبخ طبق، فلا تحيز لا للشرق ولا للغرب ولا لأي مكان صراحة. شوف تبارك الله السيجار كي كيجي، هي بحالي كتلوي الساندويتش، بحالي كتولي كتلوي شي ورقة وبرية، ماشي شي خيبرة زعما اللي ممكن تغلبنا ما نديروها شاي. اوكي غير هو ماشي من ثقافة المطبخ المغربي ديالنا هذا اللي كاين. يعني تكوني كتلف فيها ما تزيريهاش باش تخلي الروز ملي يكون كيطيب وتنفخ يلقى اتساع في الورقة. اوكي دايما ما تلفيش مزير، خليها غير خفيف لان الروز غادي يطيب غادي تنفخ كما قلت لكم. اي ورقه فيها ثقب كنصلحوها ما كتبقى فيها حتى شي مشكل. كنضحي بورقه وهذه عندها ثقب في الوسط، غادي نسدو دائما الجهه الملساء لتحت والخشنه هي اللي كتكون الداخل، وما تنزيروش ودائما تنخشي هاد الجنبات لهنايا باش ما تبقى ليا الورقه سامبل 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 سامبل. مستعدين؟ شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا علاش قد انا، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليا انا. قولوش كندير، ما محتاجاش تكوني شاف، انتي شاف في بيتك، انتي ممكن ديري اي حاجه. شوف تبارك الله شحال غزال، لونه جميل 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 جميل، والله الا عجبني انا بعدا، انا بعدا عجبتني هذه الخلطه ديال الالوان. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا مشكل 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 مشكل، يا سلام سلم يا سلام سلم، ما شاء الله تبارك الله الرحمن. لما خصغ الخاطر تكون عندك الرغبه، تكوني كتبغي طيبي، تكوني انتي في كي كنقولوا صديعاتك في هذيك الصحن اللي غتقدمي، حيت ماشي كلشي كيطيب، راه نطيبو ولكن ماشي كلشي طباخ. فإذا كنتي كتبغي ديري حاجه من قلبك تقدميها لاهلك لوليداتك لضيافك، كتبغي تبينيها في احسن حله. ونتمنى نكون الحله ديال اليوم راقت اعجابكم ونالت استحسانكم، شي حاجه مخالفه تماما بالكل فخالف تعرف، ومع ذلك غادي تكون شي حاجه صحيه لذيذه في المستوى. انا متاكده بنتي غتكون فرحانه، ولدي كيبغي هذا، البنت الصغيره كتبغي الكرومب، بنتي الوسطانيه ما شاء الله عليها عزيز عليها كل شيء، هذيك عزيز عليها المائده الاصليه
طبلة ديال الدار، عزيز عليها الماكلة ديال الدار، ماشي بحال خوتها يعني خفيف ظريف، عطيني غير مشوي، عطيني غير ستيك، عطيني غير ساندويتش وطينو دو نايدين، ولا عطيني غير كراكرز وسناك وينو دو نايدين. بنتي لا انا كنعيط لها البلدية يعني، ما شاء الله عليها، عزيز عليها تاكل وتغمس وتمشاش يعني، تاكل الدجاج اللحم وفيه العظم وتمصص يعني تمصمص يعني، ما شاء الله. شوف كل واحد كان قبلوه كما هو، وليداتك واخا كانوا مختلفين قبليهم كما هما، دابا ان شاء الله غادي ندوز نحط المشكلات ديال ولي يطيبو. طبعا الحال حنجره كبيره، غادي نفرش لها بطاطا طماطم وبصل، غادي نفرش الوراق ديال الكرومب وشي حاجه شايطه ديال الوراق العنب، ما غادي نرميهم شيء باش يحافظوا لي على الطنجره من عدم الاحتراق. اول حاجه هو انني غادي ندير غير واحد شويه ديال الزيت هكا يفقع على الطنجره بحال هاد الشكيله، ممكن ندوز يدي نسين شينا يعني حتى شي يهبطوا لي الخيوط بحال هكا، يدينا في طياب، يدينا مغسوله، يدينا نقيه. سو كي ندهن الطنجره كامله ها هكا بهاد الشكيله. تقول لي ما محتاجه شاي، هذه غير طريقه خاصه بيا، كنخلي الطنجره شويه ملسه. اوكي الوراق غادي نرميهم هكا، اتس اوكي، كيهزوا في الطياب، كيهزوا على الحريق، كي بروتيكتيو يور فود فور نوت جيت بيرند. غادي نستف البطاطا هكذا بهذه الشكيله. اوكي غادي ندير البصله هكذا كيما جابو الباب، ماشي بالضروره نكونو بيرفكت. دابا غادي نبداو في التصفاف ديال الورق والخضر اللي صاغبت. بالنسبه للمحشي ديال الباذنجان غادي نجيبو كله داير على الجنبات ديال الطنجره. اوكي غادي نديرو هذه، ما عمرتها شي، ما بقالي شي الرز، فماشي مشكل. دابا نوريكم الطنجره عن قرب، شتو دورتها كلها، كلهم جاو دايرين على الطنجره. اوكي سوفور، هذه هي الترصيصه ديال الطنجره ومازال تنكمل. اوكي سو ما شاء الله تبارك الله، درتهم كلهم في طنجره واحده، ما كانلاش ندير كل شيء كل واحده في طنجره، بحيث مذاق واحد، حشوه واحده، تتبيله واحده. رصصنا طنجرتنا. اوكي هاد التبصيل شويه ثقيل هو اللي غادي ندير هكذا، كتسات سالينا ملي تغلي شويه غادي نقص عليها في الحاضر ونخليها طيب، تاخذ مني ديك 45 دقيقه، 45 دقيقة نقدروا نقولوا 45 دقيقة حتى لساعة على حسب انخفاض درجة الحرارة اللي غطيبي عليها. نتلاقاو، بيك تامز اب، بيك تامز اب. ونسيت ونسيت شوية 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 ديال الزيت البلدية، شوية ديال زيت الزيتون، شوية. here you go just a few drops here and there. great done. okay مرقز الصوصات، شرينا الصوصات من المحل ديال العرب، اول مره نشريه من عندهم، كنديرو في الدار عندي هاد المره، نشوفو غادي نجربو نشوفو واش كاين. قلت له النقانق ما عرفاش، قال لي مرقز، يلا مرقز مرقز نشوفو. هي نفسو نفست صبعي انا. I love this. This is my favorite food. Yeah. I know. Yeah, it smells busted. Yeah. I just want to put each stuff by itself on each plate. Yeah. So, smell. It's hot, but it's okay.
Oh, now it's turn for this. Oh, والله العظيم هذه بكيجة. شوف الفندق الخضر. بس ماتي. هذا الخضر فيه الزرع أكثر من البيربل وان. هذا الدنجل الخضر منين طاب ولا بحال شكل ديال مطيشة خضراء. نو في القبطة ديالو بحال مطيشة خضراء. انت زوج شو؟ يا سو جود ما شاء الله very bit hot but it's good spicy very spicy very yeah it's okay I don't want to get the plate dirty هذا خلاص هذا هذا سيدهم اكبر لوزة في العالم والبدا ما كاينش بحالها او سبايسي سو جود يا تاريخ ساور كريم ميشا تتمص صباعاتك اسميشا هذا بنات شكون اللي دير السباق تحدي؟ يو فدا تحدات وحدة اللي صرتها الأول just one مية كلها وساليها الأول هشام يلا one why not شنو ضعاف بلاتي نشوف واش قد قد it's not نادي صغير hello it's be fair هذه كبيرة it's okay أبقى ما قلت one two three go Oh my god. I'm done. I'm done. I'm done. Snake. What are you racing? Raihan, you wanna race? You have to breathe. No. Why not? Raihan, عندها العيد اليوم مع الهوليداي ديالها هي تاكل هاد الفود. الهوليداي. هذا زوين. يعني very spicy. فيدا سير another race it's not a race if I lose race with daddy هشام صوت spicy this one is spicy but it's good delicious yeah مغربي مادام قال عليه مغربي مغربي جزائري يا جيتشي تاني يا It's good, better. Mm-hmm. And the other. Forces the other. You want to race someone? You already raced yourself. She's done. Which one does it? Three. بصحة. صبح ولا خير. شكرا. صحة وعافية. ما بغيتيش تريسي معايا. اللهم طعم طعم وسقي من سقانا. اللهم امين. انتي ناكل مصر شكون بحالك المحشي قعدتي الحلقة هات الديل كي جاك المحشي رمز
محشي. Stuffed. I didn't have the stuffed cabbage. One. What you have? Good, please. Yeah. How was it? Good. Raihan, ضغطي. ضغطي. No. You need more. More. ما شاء الله. You can get mine. Cabbage. More cabbage. كتحمقي على الكابج والجريب ليفز. No, this one gets stuck in my thing. What? حيدي. You can take them off. More. Yeah. Two more. One more. ايه يا جرابس كراف ما ساور كريم هلو يو تراي تو ماني تايمز نو